الله يبارك فيك. والله الحمد لله ربنا كرمنا طبعا بالفوز، وانا ببارك للعيبة وللجهاز الفني، بصراحة تعبوا في البطولة وربنا كرمهم بيها الحمد لله. الماتش كان كويس الحمد لله، والتوفيق من عند ربنا، وهنا كان الحظ معنا يعني الحمد لله في الماتش. مبروك لمصر كلها، ورجعت الفرحة لمصر كلها، واللي شرف الدنيا برضو الجماهير برضو كانت حاجة مشرفة وتمام التمام، والحمد لله الحمد لله ان احنا وصلنا لكده. بالنسبة للفريق وكده احنا حمدنا ربنا ان هو ربنا اكرمهم، والحمد لله ده فضل من ربنا ان هو ربنا اكرمهم كده ووفقهم. يعني مباراة درامية كانت صعبة قوي على الجمهور، قبل اللعيبة والجهاز الفني والجهاز الاداري ورئيس النادي وربنا كرمنا في الاخر بدعوات الجمهور طبعا. لا كان جميل جدا، بس الفوز اتاخر لاخر دقيقه، بس الاولاد عملوا مجهود جامد يعني بصراحه. والله كان دايما بيقولوا النهائي انك تاخد البطوله اهم من الاداء، فده اللي حصل الحمد لله ان احنا خدنا البطوله. صراحه انا النهارده يعني حاسس ان جسمي كله واقع بسبب الشد العصبي بتاع امبارح، يعني كان شد جامد قوي، بس الحمد لله ربنا كبير وكرمنا يعني كرم فوق الوصف. صراحه عملوا مفاجاه جامده قوي وشرفونا، واول دوره تخش للنادي الاهلي اللي هي الجديده دي، فاحنا فرحانين قوي 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 بيهم، فرحوا الشعب المصري كله، فان شاء الله في انتصارات على طول باذن الله. دي كانت بعض التصريحات لجماهير النادي الاهلي وبعض العاملين في النادي الاهلي، وكابتن علاء معيوف بتتعرف على اتعرفت عليهم كلهم عارفهم كلهم. ازيك يا كابتن علاء؟ ازيك كريم، اخبار حضرتك ايه؟ مبروك طبعا ان امبارح الحمد لله بطوله مهمه وجايه في توقيت حلو. هو انا هاخد بقى الكلمه الاخيره بتاعتك. التوقيت بتاعه طبعا ممتاز بعد اللي حصل في الكره المصريه عامه كلها بخروج منتخب مصر، فده يعني الحمد لله توقيتها ممتاز جدا، الناس كلها فرحت، الشعب المصري كله، الاهلي والزمالك وكل الناس طبعا مختلف الاطياف، فطبعا كان توقيتها الحمد لله كويس جدا. هو طبعا توقيتها اللي كان كويس جدا كمان توقيت الهدف. حاجه حسيت ان البطوله صعبه جدا وجاي يعني عارف لو الاهلي كسب 2-3 والماتش خلص والدنيا عادي، بطوله كونفدراليه بالظبط، لكن جت في الدقيقه 96 يمكن هي سبحان الله عارف ربنا اداك المكسب في الدقائق الاخيره عشان يحسسك مدى قيمه البطوله دي. زي ما تقول لك كريم، فعلا بطوله كونفدراليه مش هي، واحنا دايما بناخد بطوله افريقيا لابطال الدوري وكلام من ده، لكن يمكن حلاوتها او المعاناه بتاعتها كلها هي في الكام دقيقه الاخيره ده، وهدف طبعا الممتع مد متعب، فيمكن هو حل البطوله دي. فقبل كل حاجه بارك طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي واستاذ محمود طاهر ومجلس اداره، وبارك للجماهير الممتازه العظيمه بتاع امبارح اللي على قد حضورها في الاستاد من بدري وتشجيعها المستمر لاخر ثانيه في النادي مع النادي الاهلي، وده يعني طبعا منظر ممتاز. بيومي طبعا لحقنا على طول، طبعا ده متعه كريم بقى، انا نفسي اشوف كل المدرجات ان شاء الله في كل المباريات بالشكل ده. ويرجع جماهير تاني، سيبك من شويه الشماريخ وكده، لكن هي فرحه الدخول متعودين هم جماهير النادي الاهلي يعملوا الدخله دي. لكن طبعا سبحان الله ربنا ما زي ما بيقولوا احنا كده بالبادي ما كسرش خاطرهم، والناس كسبوا وفرحوا فرحه ممتازه وفرحه عارمه، وعاشوا ليله امبارح ولا اجمل ليله، ولسه كمان بكره عاملين بكره حفله جامده، حفله بقى في استاد النادي الاهلي ان شاء الله، فطبعا حقهم يفرحوا ويتبسطوا، والحمد لله دايما جماهير النادي الاهلي في فرحه دايما الحمد لله. فبقول لهم الف مبروك، ومبروك على مصر كلها، ومبروك على جات لنا كده فرحه كويسه الحمد لله نفرح شويه في الكوره. امبارح ما رضيناش نتكلم في الفنيات والقصه عشان ما تزعلش الناس، كان في سلبيات عملنا تاتش خفيف، لكن كلنا كنا فرحانين بالبطوله وبالتنظيم وبالجماهير وبالشرطه فما رضيناش نتكلم، لكن الواحد جواه كده ما كانش مبسوط من الاداء، ما يعني في سلبيات كتير ظهرت امبارح، وكان فريق في سيوي سبورت، انا قلت الكلام ده وانت عارف انا صريح دايما مع المشاهدين وكده، قلت لو كان واحده جت من الكور اللي هم راحوا فيها هم عندهم انت. يعني غشم شويه او عندهم سذاجه لسه بنتكلم انا وانت. فرايك ايه في ال 90 دقيقه وتقييمك؟ وبرده مش عايز اتجاهل، وانا قلت الكلام ده برده، ان النادي الاهلي عنده غيابات، في اصابات، في لعيبه بتلعب في الملعب وهم كانوا متلصمين بالظبط، الفتره الجايه القايمه المحليه هتخش مع اللعيبه بتوع افريقيا، فالامور هتبقى افضل في الاهلي. انا متابعك يا كريم، حتى انت قلت بلاش نتكلم بقى على الحته الفنيه، البطوله بت 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 بتشيل كل حاجه. لكن لو هنتكلم كوره طبعا بعد ما بريكنا للناس والناس كلها فرحانه الحمد لله، نتكلم بقى كوره وايه بصراحه. كوره وصراحه يعني ما حدش يزعل. لا 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 اصل بص يا كريم، انا اصلا فيها حاجه بحب بتكلم على الكوره،
يا تحترم عقل المشاهد انت بتتكلمه يا اما تسكت. فانا هتكلم على الكوره، مش طبعا مش هخش في تفاصيل كتير قوي، لكن انا هتكلم حاجه كده عامه. مش ده النادي الاهلي، ومش دي الفرقه اللي تلعب قدام النادي الاهلي بالطريقه دي. كويس. وهضيف حاجه كمان، معلش يعني ممكن الناس تزعل مني، مهما كانت الظروف مهما كانت ظروف النقص في اللعيبه، وفي لسه لعيبه راجعه وي وي، كل الكلام ده على عيني وعلى راسي، لكن انت لعيب نادي اهلي بتلعب بطوله اول مره تبقى موجوده في النهائي، ومتعود على المواقف دي بقالك كتير. الحاجه اللي محدش يتكلم فيها، مش بميز نفسي، لكن انا كنت ملاحظها امبارح على الوجوه كلها، في شده. في شده زي على اللزوم، مش الثقه بتاعت لعيبه الاهلي، لا خالص يا كريم. في شده، تحس ان البطوله دي من كتر ما ما فيش حد فات بيها من مصر، الناس قلقان يحصل سوء حظ. ومع مرور المباراه والاخطاء اللي كانت بتحصل في 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 المباراه كلها كريم، دي مش اخطاء بلده لعيبه اكتر ما هي اخطاء شده عصبيه جامده جدا. مع اللعيب لما مشدود اعصابه كل قراراته او معظمها خطا. انا هقول لك على كوره صبري، طبعا مع احترامي الكامل لصبري، انا بس بقول مثلا مش بنقوده ولا لعيب ممتاز، صبري لما نزل امبارح المباراه صبري بالظبط كويس. تاني كوره بالظبط يا كريم، المسافه بينه وبينه يعني في الملعب انا وانت، بيبصيها طلعت منه اوت. تعرف ان في شده، او هو بيفكر في الاصابه، يعني ممكن يكون لعيب دايما لما يكون في شك في حاجه ممكن لسه راجع من الاصابه بيركز في الاصابه، خايف يتعور اكتر من تركيزه في اللعب. همشي معاك. ده صبري. قيس على كده كم الميس باص او الاخطاء في الباصات السهله جدا كتير على بالظبط، وهي كره القدم كلها استلام وتسلل بالظبط. هتسلم وتستلم صح، انت ملك الملعب، هتسلم وتخطا وكده زي اللي حصل امبارح في النادي الاهلي، تدي فرصه للفرقه حتى لو اقل منك ان هي بقى خلاها شكل عامل كونتر اتاك كتير يعني كتير كونتر اتاك وهجمات منظمه وكور ثابته وكل حاجه حصلت امبارح. لكن الحمد لله ان ربنا شال فرحه للناس، والفرحه جت على ايد لعيب انا عن نفسي يعني متعب طبعا، في علاقه بينه وبينهم يعني، وقد ايه انا فرحان لعماد، لان عماد الموسم ده كانت فيه معاناه بالنسبه له جامده جدا، معاناه من اصابات، معاناه من انتقادات جامده جدا. واللي عاجبني في عماد، انا دايما على اتصال بعماد، هو على طول بيتكلمني حتى لو في حاجه، ان هو من نوع نوعيه اللعيبه كريم اللي هي راجل محترم جدا بيسكت بالظبط. الله ينور عليك يا كريم، بيسكت. لكن الحمد لله الراجل ساكت وبيتمرن وصابر، ربنا اداله مكافاه ولا في الاحلام. هدف في اخر دقيقتين ببطوله غاليه جدا على مصر وعلى النادي الاهلي وعلى الشعب المصري كله. عماد متعب، مش اي يعني مش اي حد يجيب كره زي كده كريم في الوقت ده، في الوقت ده بالمنظر ده بالتركيز ده بكل حاجه. كان ممكن واحد تاني يحاول، بس الخطوه اللي خدها كابتن خطوه كريم، وفي الزاويه القريبه يعني، ما حاولش يلف دماغه ناحيه تعمل حاجه ممكن تطلع بره، لكن تطلع بره صح. في الزاويه القريبه هي جايه حاطط فيها قوه جامده يعني، هي معروفه كده كريم، بس احنا اوقات بنلخبطها يعني الاوفر عمل وليد ده، لو عماد حاول يلف دماغه ناحيه ثانيه تقلش بالظبط، هتمشي بالعرض وتمشي وهتروح بطيئه، انما هو اختار الصح. الكره جايه خلي يعني، احنا حتى بنعلمها للناشئين كده، الكره جايه حطها في الزاويه القريبه بتاعتك انت، هتروح اقوى حتى لو الجول رايح معاها مش هيقدر يلحقها. لكن يعني النصر او الانتصار كله جه على ايد عماد متعب، طبعا بمساعده زملائه الموجودين والناس اللي مش موجودين كمان، والناس اللي مشوا عشان ما نخفش حد حق. فدي احلى حاجه عجبتني امبارح، فرحه الناس عجبتني جدا، البطوله نفسها فرحه خاصه بالنسبه لي انا لعماد متعب. عماد متعب. طيب يعني مش هنتكلم في تفاصيل بالنسبه للاهلي، لكن الاهلي الفتره الجايه متوقع له ايه؟ بعوده بقى اللعيبه المتعوره، بعوده القائمه المحليه، اندماج الاثنين مع بعض، ودخول بقى النادي الاهلي في المنافسات المحليه او في الدوري المحلي، واول ماتش صعب امام نادي سموحه في اسكندريه يوم الخميس اللي جاي. هو الميزه خلاص بقى كريم، هيبقى الاختيارات كتيره زي ما تفضلت انت وقلت، عنده بقى اختيارات كلها، كل لعيبه موجوده، ما عندوش اي مشكله، حاجه يقدر يشوف مين الاجهز ومين الاحسن ممكن يقدر يبدا بيه دلوقتي. ودايما انا بقول حاجه، الاختيارات كتيره فانت ما عندكش مشكله. هيبقى بقى في نقدر نخش في فتره اللي هو عدم انسجام ولاعيبه محليه مع لعيبه افريقيه، ولا لا مع بعض على طول، ما فيش يعني ما فيش حته انسجام وكده، لكن هي الاختيارات كتيره والمنافسه هتبقى كويسه. المنافسه في افريقيا محدوده قوي يا كريم، والعدد اللعيبه عارفه اللي هي هتلعب بالظبط، ما فيش منافسه. انما في الدوري المحلي والبطولات المحليه خلاص كله بقى عايز، خصوصا الناس اللي جايه من بره، خصوصا الناس الناشئين عايزين، كل واحد عايز ليه مكان في النادي الاهلي، فتلاقي منافسه جامده. طول ما في منافسه انت كسبان كمدير فني، طول ما في منافسه لما ما تديش الارتياح للعيب. انا حتى كنت لسه بتكلم معاك دلوقتي، بنتكلم على مباراه وادي دجله، بقول لك واضح ان اللعيبه
نازله من كل مباراه خالص بتاع وادي دجله. فالموضوع خلاص الكوره ما فيش عايزه راحه. الكوره عايزه دايما دايما تدور على الاحسن، ما دايما تطمع بالظبط، ما تطمعش يعني. احنا انت دلوقتي جايب الدوري الاسباني وجايب الدوري الالماني وجايب دوريات ممتازه، طب يعني اللي بصوا على اللعيبه دي بتعمل ايه؟ مفيش حاجه اسمها كفايه. يعني رونالدو ده بس على الاجوال اللي جابها، ولا ميسي بتفرج ده يقعد يحط يعني رجل على رجلك. الناس بتجتهد يعني وبتحارب اكتر عشان تحقق ارقام ومنافسات فظيعه، ومعاهم فلوس ومعاهم ارقام خياليه، لكن يعني بيلعبوا. رونالدو لو قال يا جماعه مش عايز حاجه انا ماشي خلاص الموضوع انتهى مفيش مشكله. لكن ده الراجل لحد امبارح عامل 23 هاتريك، 23 هدف في الدوري الاسباني، وراه ميسي، مش فاهم. فهي دي النماذج اللي واحد يبص عليها، اللي انا عن نفسي بتمنى تكون دي حته المنافسه. بس الكلام ده كله لازم منافسه، منافسه قويه جدا، واللي بيقدر يعملها واحد بس هو المدير الفني. المدير الفني طبعا. تقييمك لجريدو برضه لازم نتكلم كمباراه نهائيه، واداره المباراه ازاي، والاخطاء اللي كانت موجوده في الفرقه وما تصلحتش يعني. برضه الاخطاء اللي كانت موجوده في الشوط الاول لقيتها في الشوط الثاني كتير كتير وما تصلحتش. برضه لازم ندي فكره عشان الناس ما تجيش تقول مثلا انتوا ايه ما بتتكلموش على جريدو، ما بتتكلموش على نديله حقه ونديله السلبيات اللي عنده. بص هبدا بالاجابات الاول. هو طبعا تحسب له بطوله كبيره جدا، خد بطولتين في 3 شهور، ما بقولك في تاريخه كله ما خدهمش، خدهم مع النادي الاهلي. ما هو المدرب المحظوظ يجي مع النادي الاهلي يعني دايما مع اداره مع لعيبه مع كذا بيكسب بطولات على طول. ودي انا دايما بقول المدرب يمسك النادي الاهلي ده مدرب محظوظ بغض النظر عن اسمه وتاريخه وكده. لكن هو طبعا يحسب له هو اخد بطولتين مع النادي الاهلي. تقييمه فنيا وكده، انا ما بحبش اتكلم على مدير يعني مدير فني او مدرب معايا في نفس المهنه، لكن هتكلم عن امبارح بس. انا امبارح وانا بتفرج على المباراه انا كنت قاعد لوحدي خالص في البيت، انا مش عاجبني ولا بدايه المباراه ولا اثناء المباراه ولا بين الشوطين كل اللي حصل في المباراه. ليه يا كريم؟ بدايه المباراه كانت وحشه جدا، ما حصلش اي تغيير حتى بعد ربع ساعه يتكلم، يجيب عماد، يجيب وليد، يقدر يتكلم يغير. المدير الفني الذكي يقدر يغير حتى في الملعب، ما قدرش يبقى عنده بين الشوطين. ايوه في دايما اخطاء، ما فيش حد بيبدا المباراه بيبقى كل حاجه صح، لكن ذكائك انت كمدير فني انك تلحق تغير نفسك من الشوطين، ما حصلش للاسف. وقوف على الخط المستمر يمكن كان وليد كان وليد دايما بيتكلم معايا ان هو عصبي. هو امبارح عمل حاجه جديده خالص، طول المباراه بيسقف. حد نبهه اكيد طول ما بالظبط. لا نبهه. هو حد نبهه دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو برده راجل ذكي، دي مباراه نهائيه مش لازم ما فيش بديل يعني بالزبط. اخر حاجه بالظبط، ومش لازم اعنف لعيبتي وانا على الخط على الاساس الامور ما تبقاش زياده. لكن واضح هو يعني لو بيومي جاب لي كاميرا على تعبيرات وش جريدو في بدايه المباراه، لا مش وش مش مدير فني مخضوض. الله ينور عليك يا كريم، مش انت عايز توصل اللفظ ده. مش وش مدير فني هيلعب نهائي وعنده ثقه في هو كمدير فني وان شاء الله النهارده فرقته كده، لا خالص. لا وش مش هو، وش اللعيبه كلها برضه مش هو. حتى كانت اللعيبه كلها لعيبه كبيره ولعيبه وسط نهايات وكل حاجه، لكن انا بقول لك سبحان الله البطوله دي على قد ما هي مش بطوله جامده جدا، لكن الرهبه بتاعتها وعدم فوز اي نادي بيها مد رهبه خاصه للعيبه. ودي انا متاكد منها، متاكد منها مع اللعيبه الصغيره اللي بعذرهم طبعا اقصدهم من رمضان صبحي واللعيبه الكبيره كمان. عارف انت لما نفسك تفوز بالبطوله بس في مشكله ما فيش حد فاز بيها وخايف من سوء الحظ، والجماهير موجوده وكل حاجه كويسه موجوده. وزي ما بقول لك طول ما الوقت بيعدي انت بتعصب اكتر، انا متاكد من الكلام ده. وممكن لو جبت اي لعيبه على التليفون طول ما الوقت بيعدي انت بتتشد اكتر، اخطائك بتزيد اكتر. المفروض بعد مرور المباراه اول شوط عندك اخطاء، الشوط الثاني يا كريم تهدى تعرف اخطائك فين. لا اخطاء كتيره، تمركز وحش، اللعيبه تحس ان لا مش هم يعني، ما ينفعش يبقى ال 10 لعيبه مش في يومهم. الا بقى لو حاجه غريبه جدا او واحد ماسك نفسه او بين الشوطين بدا، لكن لا الشوط هو نفس الريتم. يمكن الشوط الثاني نوعا ما وليد تحسن شويه، بدا في شويه تحركات شويه مع عماد وكده. رمضان برده ده بعذره طبعا وشه برده 17 سنه هو لسه كان معايا تليفون شويه اول مره العب قدام جماهير كده بالظبط. فانا عذر رمضان قرارات كتير خطا. بص يا كريم طول ما في قرارات خطا كتير وانت مغمض كده تعرف ان في حاجه مش طبيعيه في اللعيب نفسه، يا اما اصابه يا راجع من اصابه يا اما هو عصبيا مشدود. انت كل قراراتك بتيجي من دماغك، لعيب الكره كويس انا بتكلم عليه بيقرر بدماغه قبل ما يلعب برجله. عشان كده بقى في لعيب ذكي ولعيب على قده، يقول لك ده لعيب ده موهوب، موهوب ده اللي هو دايما دماغه دي شغاله. لكن
هو امبارح انا ما عجبنيش الاداره بتاعه المباراه خالص خالص. في حاجات كتير قوي مش مظبوط. يمكن البطوله ان شاء الله اللي اخدها دي يهدى هو يعني برضو عارف هو لسه بطولتين اهو بالظبط. هو لسه برضو عارف ممكن اقول ايه جديد على الكره المصريه على الاجواء المصريه. يمكن يمكن ما شافش الناس دي مجانين قد ايه بتحب النادي الاهلي بتحب الكره عامه. لكن يمكن اعتقد بعد البطوله دي هو يعني يهدى خالص يعني خلاص واخد بطوله وهيكون عنده وفره من اللاعبين بالظبط. هي دي برضه هتدي له دفعه جامده جدا يا كريم. عندك وفره لعيب تبدا بقى تتصرف تبدا اللي انت عايز تتكلم فيه تتكلم فيه تبدا تحط بقى بصمتك انت كمدير فني. ما ممكن يغير كل طريقه اللعبه دي خلاص هيبقى مقبول بعد كده. لان لو قدر الله حصل امبارح حاجه تانية خالص ما كانش في حد هيقبل حاجه من حد خالص. صح. انا قلت لو دقيقه واحده والجون ده ما كانش جه كنا احنا كاعلام حتى كلامنا هيختلف تماما خالص. الموضوع كلام هيختلف الموضوع كان هيبقى يعني غير خالص. لكن اعتقد ان البطوله دي والمباراه بتاعت امبارح والفرحه اللي هو فرحها جدا امبارح هتغير حاجات كتير قوي في النادي الاهلي. رايك ايه في الجماهير برضو قبل ما اسيب ملف الكونفدراليه والنادي الاهلي؟ رايك ايه في الجماهير والحضور والالتزام؟ لازم برضو لما بننتقد الجماهير لما بتغلط لازم لما يلتزموا ويكونوا حاجه مشرفه وشكل كويس لازم نشيد بيهم عشان تبقى ده بقى الـ يعني الحاجه السائده في مصر او ده اللي لازم يتكرر ولازم ده العادي بتاع مصر الفتره اللي جايه بالنسبه للجماهير ان شاء الله. هو بيوم جاب لنا صوره كده في الاول حتى انا قلت الصوره دي جميله جدا بتاعت الجماهير. طبعا عجبني جماهير بتاعت استاد القاهره طبعا منظر حلو جميل عجبني طبعا اللي في الملعب. لكن اللي قبل الصبح لا طبعا خالص مرفوض. يعني دايما بقى ايه خلاص يعني شايفين الصح مفيش احسن من الصح يا كريم. شكل حلو وسلوك حضاري والناس كلها فرحانه والعالم كله بيتفرج على النادي الاهلي يعني عمل رقم اعجازي مش انجازي خلاص 20 بطوله. بص المنظر شكل الملعب حتى حلو. انت لو حتى لو انت كمحلل قاعد في الاستوديو بتتكلم يا كريم ليك نفس تتكلم بالزبط. ملعب الاستاد طبعا تحفه والجماهير شكلها حلو قوي والحمد لله هم كمان خرجوا مبسوطين. فبتمنى بقول يعني صوره حلوه يا جماعه وحاجه حيه حصلت امبارح يا رب بقى ايه يعني ادوا الفرصه للناس ان ترجعوا للمدرجات تاني. الكلام ده مش تجميل النادي الاهلي لا لكل جماهير مصر. يعني الناس عايزه ترجع الجماهير تاني للمباريات اديهم بقى الفرصه ان يا جماعه احنا على السلوك الصح. واحد اتنين تلاتة غلط مش هنعملها وهنشجع فرقنا والنفس نرجع زي زمان في الاول والالترس بتاع كل نادي يشجع فريقه زي ما هو عايز والشكل الحلو اللي احنا شايفينه ده والناس مبسوطه نفسنا ان شاء الله يرجع للاستاد تاني ان شاء الله. جوزيه اهو قاعد في بعد الجول بقى وسعيد وفرحان مع الجمهور طبعا اكيد فرحان. بص عايز الصوره يا جماعه بتاعت الضباط لما كانوا بيعترضوا على حسام غالي البنالتي بتاع حسام غالي. شفت الصوره دي؟ لا. جبت صوره حلوه قوي النهارده ظباط عشان ابين ان الظباط بتوع الشرطه زينا بيحبوا الكوره وخايفين على النادي الاهلي وعايزين النادي الاهلي يكسب. في صوره حلوه قوي هتشوفها دلوقتي الكوره بتاعت حسام غالي لما دخل بص اللي اعترض عليها بص الظابط بيشاور الحكم بيقول له بنالتي الاثنين ظباط بص واقفين مع الجمهور يعني بوري ان الناس يعني يا جماعه لا ده الناس بتحب الكوره والناس جايه تامنكم والناس عايزه وناس اهلاويه وفي ناس زملكاويه وناس بتحب الكوره يعني الموضوع خلاص بقى المشاكل والخناقات. ما انا بقول لك بقى فرصه يا جماعه لقطه حلوه طبعا جميله طبعا. انا بشكر انا مش عارف مين بصراحه اللي صورها انا لقيتها على النت النهارده دي. بس قلت لازم اجيبها. لا اصل دي حاجه بص شعور عارف طبيعي كده بتاع المصريين يعني حتى لو مش مباراه اهلي لو الزمالك بيلعب في النهائي في نفس المنظر هتلاقي زملكاويه هو مش وبيشجع هو مصري هو عايز النادي الاهلي يفرح المصريين يفرحوا كل حاجه. ففرصه يا جماعه من فضلكم ان شاء الله ادوا فرصه للناس ترجعوا تاني المدرجات ان شاء الله تبارك الله. بالظبط والامور كانت ظريفه جدا ان شاء الله. لا لا الحمد لله ان شاء الله تبقى ده الطبيعي. طبعا جوزيف المدرجات جميله الراجل يعني طبعا. كان انا عارف واستقبلوه حلو قوي جمهور الاهلي طبعا استقبلوه كويس بالنسبه لهم حاجه لوحده خالص يعني بعيد عن في حته كده في حته بعيد عن كل المدربين اللي جم النادي الاهلي مع احترامي الكامل ليهم الاجانب هو طبعا ليه مكانه خاصه عند كبير النادي الاهلي وهو في ميزه عشان كده بنتكلم على المدربين كريم الاجانب بقول لك دايما بقول انا جوزيه هو في الكيمياء بتاعت الجماهير بتاعت الصحافه بتاعت عقليه العيال المصريين هو عارفها كويس انا يمكن عشان اشتغلت معاه كتير جدا وعارف حتى كان بيتكلم ازاي مع اللعيبه وكده هنا مع حسن مصطفى هنا هنا حتى تعبيراته حاجات اللي بيعملها الناس حباه بس زعلانين منه شويه في الاهلي قال تصريحات ضد الكابتن علي عبد الصادق امبارح وزعلانين منه شويه هي مصيبته شويه خبط الكابتن علي جامد رايك كيف القصه دي؟ لا هو مشكلته ان هو على طول هو كابتن علاء كان شغال معاه فتره من الفترات فتره من الفترات كان بس ايه الازمه اللي ما بينهم حصلت يعني. ازمه بينهم كده وهو عارف انت بقى حاجه بقى شايل من كابتن علاء بص هو في ميزه
لما بيحب كريم وتأكد ان هو كريم ده فعلا يستاهل كده وبيحب خلاص مفيش مشكلة يعني. لكن لو حصل حاجة وحسيت ان انت بالنسبة له في مشكلة جامدة جدا بيقفل خالص. لكن هو طبعا تصريح مش في وقته, مش في وقت, او السؤال نفسه هو اللي خلاه ودال كده. لكن هو راجل حتى لما تسأل كابتن زكريا زكريا هو حتى لما تسأل انت ليه في مصر يعني ليه حتى فلوس انا مع النادي الاهلي, وقال لهم انا جاي عشان اتفرج على المباراه فقط ولا جاي اطالب مستحقاتي ولا جاي اتكلم على موضوع منتخب, انا جاي اشاهد المباراه. واللي عامله طبعا الدعوه خالد مرتجي وخالد عليلي عن طريق النادي الاهلي يعني, عن طريق المجلس ولا خارج المجلس؟ عن طريق المجلس, وهم دول بقى المسؤولين يعني. اصحابه خالد مرتجي صاحبه طبعا جدا 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 المهندس خالد عليلي كمان يعني. هو بيقول لك انا كان جاي فتره فكر ان هو يشتري بيت في شرم الشيخ ويقعد في مصر خلاص اقامه كامله. والله والله بس الكلام ده طبعا قبل الثوره. لكن هو بيحب العيش هنا, مش كده؟ بقول لك هو فاهم الكيمياء بتاعت المصريين كويس. البرتغاليين قريبين مننا شويه يعني, حتى الراجل بتاع الزمالك باشيكو ده برضو يعني تحس مش عايز اقول لفظ لكن ابن بلد تركيبه كده يعني. ايوه هم لا هو كمان بقول من كتر ما بقى مع المصريين وكده خلاص الكيمياء هو فاهم دماغه كويس جدا طبعا. طيب هنطلع فاصل سريع ونرجع نتكلم على الدوري بقى, ماتشات بكره وماتشات النهارده, وشوف تعليقك على اللقاءات النهارده. ماتشات قويه بكره جدا في الدوري المصري, ان شاء الله هنستمتع بيها كابتن عارف في الاستوديو التحليلي بوجودك ان شاء الله, وجود كابتن وليد صلاح الدين وكابتن نادر السيد. فاصل سريع ونرجع نكمل مع كابتن علاء ميهوب. نرجع تاني مع بعض ونتكلم شويه عن ماتشات النهارده وماتشات بكره اللي هتتلعب ان شاء الله في الدوري الممتاز, وماتشات الثلاث وماتشات الخميس. بس نركز في ماتشات النهارده وبكره ماشي, وبعدين نبقى نتكلم في ماتشات الخميس والثلاث. النهارده ماتشين, التعادل الايجابي وادي دجله والنصر, وتعادل سلبي الحرس وبتروجيت. هو نتيجه حرس وبتروجيت انا كنت متوقعها, لان شكل الفرقتين وترتيبهم في الجدول وكابتن رمضان السيد والطفره اللي عاملها مع بتروجيت وكابتن عبد الحميد مش عايز يخسر, دي اللي انا كنت متاكد انه ممكن يحصل تعادل, وحصل تعادل في المباراه. وساعات تلاقي في الجيم بتروجيت افضل وساعات تلاقي يعني الحرس بالظبط يعني, ما كانش حد ليه الغلب او يعني بالظبط كده, بتروح هنا شويه وهنا شويه. لكن اللي انا كنت متوقع ان هو في تعادل, وقلت تعادل سلبي, ما اعرفش قلت كده ليه. الحاجه الثانيه بقى اللي انا استغربت ليها, طبعا مع احترام الكامل لفريق النصر, وادي دجله. وادي دجله النهارده لو كسب كان هيبقى اول الدوري. تخيل انت يعني اول الدوري يعني كتب كده اول الدوري وادي دجله. فكنت تخيل النهارده فرقه كابتن حماده الصيد هينزلوا طبعا من اول ثانيه ضغط على فرقه النصر ويبداوا يخلصوا المباراه بدري, وفعلا عمل كده وجت ضربه جزاء في اول خمس دقائق. دودو الجباس ضيع للاسف, دودو ضيع, بس اتعادل الفرقه في الدقيقه 58 بالظبط. لكن ضياع ضربه الجزاء دي يا كريم كان مؤشر مش حلو. مش حلو لدخول اللعيبه في المباراه نفسها, واللي انا متاكد منه كابتن حماده طبعا عمل كل الشغل بتاعه الممتاز اللي هو عمله. اللعيبه بعد ماتش المقاولين وكسبوا 3 4 ماتشات ورا بعض, فتحس ان هو النهارده بقى جايين يلاعب النصر فريحوا شويه, ودي مشكله اللعيب المصري. ما هي دي اللي بتكلم فيها. انا متاكد ان كابتن حماده يعني عمل كل الشغل بيعمله قبل كل مباراه, بيحضر ازاي, بيحضر فرقته بالظبط, واكيد موصل ان هو لو لازم نكسب النهارده على اساس باول الدوري تبقى حاجه ليهم كويسه وللنادي وكابتن حماده. والراجل مش مقصر ما شاء الله طبعا عليه, احنا مصنفينه من احسن المدربين موجودين في الدوري العام. لكن هو المشكله اما انت كمدرب يا كريم انت بتعمل كل اللي عليك وبتقعد بره, اللعيب هو اللي بينزل, هو اللي بيكمل بعد كده, فانت ما تضمنش اللعيب بيفكر في ايه. يعني انت بتتكلم في المحاضره وبتقول التيم بتاعك وهتلعب ازاي وعايز اعمل ضغط من اول الماتش عشان اكسب من بدري والكلام من ده, مش عايز ادي فرصه لنادي النصر, كل الكلام ده حلو قوي. لكن اللعيب لما بينزل بعد كده هي المشكله في دي. ممكن العيب من جواه داخليا مستسهل المباراه شويه, ومفيش حاجه اسمها سهل في كره القدم. سهل زي ما انت قلت كده كريم, الموضوع يجري منك. كان ممكن النهارده يخسر 1-0 طبيعي جدا, الكره ما بتقفل. وفي كور في العارضه النهارده وفرص للنصر كويس, وفي فرص ضايعه برده من كابتن حماده في الاخر. لكن النتيجه طلعت 1-1 يمكن على قد ايه, على قد تفكير لعيبه وادي دجله او على قد دخولك انت في المباراه, بتفرق قوي انت داخل ازاي المباراه, استعدادك نفسي انا بتكلم بقول كل حاجه في اوضه المحاضرات. لكن انت اللعيب بتنزل, انا ما عنديش خلاص, ما اقدرش اعمل حاجه وانا قاعد بره. ممكن اوجه لكن ما اقدرش انزل العب, خلاص انت بقى في ايدك كل حاجه الوقت. فهي دي كانت النهارده مشكله وادي دجله اعتقد,
ان كابتن حماده اللي انا متاكد منه مش هيسيب الموضوع كده ولازم تبقى نفس البدايه الممتازه اللي ابتداها معاهم وهم برضو اكيد لعيبه كويسه جدا لازم تبقى يكملوا للاخر وبقى لازم في حته سنه ايه سنه طمع لسه بنتكلم على الطمع والاهداف وازاي تحقق لنفسك حاجه كويسه لازم يبقى في شويه طمع بالنسبه لوادي دجله ما فيش كفايه حتى لو انت في ترتيب كويس الوقت ما فيش حاجه اسمها كفايه لا كمل ليه ما تبقاش اول الدوري ما فيش مشكله خالص بالظبط يعني. ممكن تبقى نقطه انطلاق للنصر النهارده بعد التعادل مع فريق قوي زي وادي دجله بالظبط انا اعتقد النهارده النصر عنده الاتحاد السكندري ماتش الجاي في اسكندريه كابتن سيد عيد زي ما احنا قلنا كريم دايما بيدور نفسه مش في مكسب او مباراه بتاعه النهارده مع فريق قوي مع وادي دجله دلوقتي لازم نتكلم ونعترف ان هو فريق مصنف فريق قوي بالزبط. لما تكسبه تقول انك كسبت وادي دجله او تعادلت لا فريق قوي بقى خلاص يمكن كابتن حماده حاطط وادي دجله في مصاف الفرقه الكبيره المنافسه اللي ليها شكل وكل حاجه فحتى ما بتكسبها وتعادل معاها بتقول ده النهارده مع وادي دجله فطبعا كابتن سيد النهارده اخذ نقطه من وادي دجله بتمنى وبقولها يا رب لان انا بحب كابتن سيد وعايزه يبقى احسن هو فرقته تبقى انطلاقه كويسه لنادي النصر ان شاء الله معانا كابتن حماده صادق على التليفون هو اكيد زعلان النهارده من التعادل ازيك يا كابتن حماده ازيك يا كابتن علاء الله يخليك يا كابتن حماده كابتن حماده هارد لك النهارده ولا اقول لك ايه يلا طبعا كان نفسي اكسب طبعا لكن معلش يعني النهارده الاداء يمكن ما كانش في المستوى الشوط الاول الفرص اللي ضاعت وضربه الجزاء وكان في توتر عند اللاعبين مش عارف ليه يعني توتر ولا مستسهلين الماتش لسه اساله بص انا جالي احساس ان هم مستسهلوا الماتش يعني مع اني محذرتهم من النصر النصر ماتشاته كلها بيبقى اي فريق بيعاني في صعوبة كتيرة جدا النصر ما عندوش حاجة يبكي عليها بيهاجم بكل خطوطه عنده اثنين فراوده كويسين وكل يعني اخر ماتش الشرطة لعبه كان ند للشرطة وكان يمكن في وقت ما كان ممكن يكسب فالفريق يعني بيلعب بروح قتالية عالية قلت اللعيبة طبعا لازم احترم الخصم كويس ولازم اقدر فرقة النصر اللي هم مش هبص على الجدول هو اخير وانا ثالث لا المباراة كلها صعبة ولكن يمكن الحظ التوفيق ما كانش موجود معايا النهارده في ضربه الجزاء كانت ممكن الامور تتغير شويه الفرص اللي جات لي كتير جدا كان في اربعه من اللعيبه كان في توتر في الباصه كان في ميس باص كتير طبعا ولكن يعني نقول الحمد لله طبعا التعادل ودوري لسه طويل طبعا الماتش الجاي مع مين يا كابتن حماد؟ مع الجيش ان شاء الله مع الجيش في ملعب الجيش لا عندي يعني الماتش اللي انا كنت بلعبه النهارده في ملعب النصر انت كنت بتلعب بيترو سبورت ولا بتلعبوا ايه؟ احنا النهارده لعبنا بيترو سبورت ملعبنا بتاع الجو ما انا عارف حماده انت عندك اصابات ولا ايقافات المباراه القادمه ان شاء الله؟ عندي طه النهارده خد طرد الطرد غير الطرد غير الطرد لا مفيش حاجه الحمد لله كلمت مع اللعيبه قلت لهم حاجه بعد الماتش يا كابتن حماده؟ لا بعد الماتش طبعا قعدت معاهم طبعا بعد الماتش لكن بعد الماتش خلاص يا اخوان الماتش المباراه خلصت لا كنت اتكلمت على الاخطاء بين الشوطين الاخطاء اللي هي كنت شايفها بعينيا في الشوط الاولاني كنت اتكلمت وانفعلت عليهم طبعا ان لازم يعني فرقه بتلعب روح قتاليه لازم العب برضه نفس الروح القتاليه ديت لا يعني عايز احافظ على المكان اللي انا فيه لازم اتعب في الملعب مفيش حاجه تيجي كده بسهوله يعني النصر لكن بعد المباراه يمكن الامور الماتش خلص خلاص كلمتهم واجازه بكره وقبل الثلاثه ويوم الثلاثه بقى بنتكلم في كل الاخطاء اللي كانت موجوده عندنا ان شاء الله. حماده عايز اسالك سؤال بس هو الفريق واللعيبه كلها عارفين ان هم الوقت يعني ما شاء الله طبعا بمجهودك ومجهودهم ان هم الوقت بقى الفرق الكبيره هل هم وصل لهم كده ولا لسه متخيلين في نص الدوري والكلام ده؟ يعني هم متخيلين يعني وصل لهم ان هم الفرقه الوقت ما شاء الله بقى ليها تقل وبتعملها الف حساب يعني انت ما شاء الله طبعا انت عامل طفره ممتازه ما شاء الله يا حماده. يعني كل مباراة انت عارف بتنمي جواه حتة المنافسة. ما دي اللي بسأل عليها انا. بس هي مش يعني مش في يوم وليلة هي بتبقى مع الوقت ان شاء الله ان اللعيبة يعني ايه يعني لازم يشرب قدراتهم كويس جدا. بالظبط. وامر واقعي انت فرقة كويسة زي الفرقة التانية الكبيرة كلها ازاي تقف في المكان دوت ومحدش يشيلك مكان بقى تفكر في اللي قدام اكتر. بالظبط. فدي بتاخد وقت يعني سنة سنة لكن هم لعيبة كويسة الحمد لله بينفذوا بشكل كويس في الملعب. ولكن النهارده مفيش توفيق عندهم يعني مفيش مشكله كابتن حماده بتلاقي حماده ان شاء الله مش هيجي الماتشات الجايه ان شاء الله ربنا يخليك يا كابتن الله يخليك كابتن حماده مع السلامه طب تعالى بقى نشوف ماتشات بكره كده وتوقعاتك لماتشات بكره ان شاء الله في حوالي 5 ماتشات في الدوري الممتاز لقاءات كلها مميزه وخلاص حسابات النقطه دلوقتي مخليه الماتشات كلها صعبه والماتشات كلها متقاربه
بكره يعني في لقاء مهم جدا، لقاء دمنهور والرجاء في البدايه، متوقع له ايه؟ مباراه الفرصه الاخيره لدمنهور بالظبط، ان هم يا اما بقى يرجعوا يكسبوا ويكونوا موجودين يا اما الامور هتبقى صعبه. هو في زي ما احنا اتفقنا كريم حتى في الاستوديو هنا بنتكلم ان في اداء، كابتن محمد عامل اداء، كابتن محمد عمر عامل اداء، بس هو زي ما بقول لك انت عايز نفسك في مكسب، مكسب بيغير كل حاجه، بيدي كده عارف انت نفس كويس للعيبه للمدير الفني حتى يبقى يهدى شويه. فبتمنى ان شاء الله التوفيق للفرقتين بصراحه، دمنهور ورجاء ماتش. مين الاقرب يا كابتن؟ ماتش قوي، ما تعرفش كيف تقول محيره شويه، لكن انا ممكن اقول اقرب شويه دمنهور اقرب شويه، بحس ان في برضو الفرقه فيها تقل شويه، فيها لعبه تقيله شويه. بكره الاسيوطي مع الاسماعيلي في ملعب الاسيوطي، وملعب الاسيوطي كنز كده وضيق شويه، محدود وممكن يضايق الفريق الاسماعيلي، لكن مع مرور الوقت او حتى مع لو بصيت المباراه هي طبعا اكيد هتبقى الغلبه للاسماعيلي، ده اكيد طبعا الاسماعيلي يعني. اكيد طبعا يعني حتى الفروق الفرديه يعني جماعيا هتلاقي الملعب ضيق ومش هتلاقي لعبه، لكن فروق فرديه مع اللعيبه لا اسماعيلي يعدي اكيد يعني. يعني. اكيد يعدي طبعا. طيب ماتش امبي والداخليه، ماتش يعني نقدر نقول رخم تقيل فرقتين يعني جامدين السنه دي، تقال جدا، لكن افضليه الامبي شويه، لكن واضح ان امبي واخد دفع قوية جدا بالمباريات اللي بيعملها، حتى النتائج العالية اللي انا بكسب بيها. داخلية زي ما تفضلت وقلت يا كريم، فرقة بنقولها احنا جايب لغة الكرة رخمة، مش سهلة بالزبط. يعني مش سهلة تضغط عليها في الأول وتحضر هدف، لا صعبة جدا. وبعدين عنده الأدوات اللي ممكن يكسب بيها، كابتن علاء وعامل شغل ممتاز ما شاء الله مع فرقته، وراجل مستقر معاهم، سواء خسر آخر ماتش من بتروجيت 1-0 في ملعب الداخلية، وكان عنده الأهلي بس اتأجل عشان هي ما هقول لك حاجه، يمكن التأجيله دي ريحت كابتن علاء وفرقته يعني بعد الخساره كريم بتلاقي فيه شويه توتر، لكن لما تريح وتبدا تاني تاخد دفعه جديده مع اكيد مع كلام كابتن علاء اكيد هيبقى المباراه قويه جدا لصالح مين الاقرب؟ ما اقدرش اقول، لا صعبه جدا، صعب جدا، توقع فيها صعب. طيب الماتش المصري والجونه في استاد الاسماعيليه، مصر والجونه، لا مصري للغلب بعد المباراه السابقه، بعد المباراه السابقه اعتقد مش هشوف المصري بالحاله اللي شفتها في ماتش المقص، في ماتش المقص بكل حال من الاحوال يعني، حتى اكيد كابتن طارق كان ليه كلام مع الفريق، ومش هشوف مش هشوف الشكل، احنا كنا بنعمل استوديو هنا مش هشوف الشكل اللي احنا شفناه مباراه المصري يا كريم، كانت فيه اخطاء كتير جدا، فاعتقد كابتن طارق عليها بسرعه اكيد طبعا. في غيابات برضو خلي بالك، يعني احمد مسعود حارس المرمى، ويلسون اللي هو المدافع الغاني عنده ثلاث انذارات فمش هيكون موجود بكره. اعتقد طارق عنده البديل، هو اكيد عنده البديل طارق. المقاولين والاتحاد بالليل الساعه 7:30 موقعة جامدة دي، موقعة جامدة طبعا موقعة جامدة جدا كمان. كابتن حسن من جوه الخطوط ومن خارج الخطوط، طبعا من خارج الخطوط هيبقى قوية جدا. لا لو اتكلم على المقاولين، كابتن حسن عايز يوصل السلسلة انتصارات اللي هم، انا بقول لك هيوصل بقى انتصارات تاني، والشكل الحلو اللي عامله، وزي ما اتكلمنا كريم قلنا حب اللعيبة كابتن حسن ده دافع كبير جدا ليهم. خساره المباراه السابقه يمكن هو اكيد انا متاكد 100% طبعا هو اتضايق للخساره، لكن هو اكيد كابتن حسن ما شاء الله خبره كبيره جدا، ودخل فرقته على طول في مباراه قادمه ويبدا يفكر فيها على مكسب ان شاء الله. انت عارف مشكله في الماتش ايه يا كابتن علي؟ الموقف الفريقين صعب بالظبط، مقاولين 10 نقاط والاتحاد 11. انا كنت لسه هقول لك كمان نفس ودي بقى نفس اللي انا قلته ده عند كابتن حسام حسن برضه، الراجل عايز وعنده غيابات كابتن حسام، وعنده غيابات كابتن حسام، والراجل عايز برضو يخرج الاتحاد من الموقع اللي هو فيه ده، اتحاد نادي كبير بجماهيريه، وكابتن حسام من نوعيه المدربين بيحب يكسب على طول. فزي ما انت قلت يا كريم، المنافسه داخل الخطوط مع اللعيبه وخارج الخطوط كان كابتن حسن وكابتن حسام حسن، فاعتقد ان هنشوف مباراه قويه جدا انا متاكد. احرجك واقول لك مين الاقرب للفوز؟ لا ما فيش احراج عادي. مين؟ المقاولين اقرب من الاتحاد. الاتحاد عنده كمان غيابات كتير بكره. ما انا كنت لسه بقول لك، انا الغيابات كتير جدا و هاني سعيد وعبد الرحمن فاروق وفي اللاعب اللي هو فيليكس كاتونجو اللاعب، يكفي بس يكفي هاني وفتحي مبروك الباك ليفت، يكفي هاني وعبد الرحمن فاروق، هو مكمل بخمس ناشئين. ما هو برضه الله يكون في عون حسام برضه، الظروف كده بتيجي في اوقات يا كريم بس هو عمل حاجه كابتن حسام، استغنى عن خمس لعيبه بدري، يعني اللعيبه كانت مقيده وهو قال لك خلاص انا مش محتاجهم،
بس كان ممكن يسيبهم شويه لغايه ما يناير تيجي. يعني هو بص في تفكير يا كريم، هو حسام بيحب بقاش فيه زحمه في 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 في, في بس هو اتاثر دلوقتي عنده غيابات بالظبط، هو عايز بيدور على لعيبه دلوقتي. لكن ممكن عايز اقول لك حاجه، الاتحاد فيه ناشئين كويسين انا مش عايزين وقت عشان خبره يعني الماتشات. يعني اكرم اللي لعب راس حربة ده كان معايا في منتخب ناشئين، في واحد لعيب اسمه خميس كان معايا في منتخب موجودين الاثنين في بالظبط. انا بقول في خميس ده ديفندر في نص الملعب حاجه ممتازه يعني، فهو عنده ممكن يعوض وفرصه يلعب ناشئين وان شاء الله يبقى ماتش مبروك. طيب تعالوا نشوف برده ماتشات الثلاث، الزمالك والمقاصه ان شاء الله، وطلائع الجيش والشرطه موقعة شرطيه عسكريه طلائع الجيش والشرطه وسموحه والاهلي يوم الخميس ان شاء الله. بس مش هنتكلم في الماتشات دي، نخلص بس ماتشات بكره كابتن علاء وبعدين نبقى نتكلم في الماتشات اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله كريم، بشكرك كابتن علاء وبكره مستنيك ما تاخرش، هنطلع الساعه 1 بالبيضه لا والجرافطه هلبس جرافطه ايه بكره اهو عشان حكايه البيضه مع استوديو تحليلي بقى انت عارف ولازم يعني ما تخلينا كده على طول ما نفكر في الموضوع نفكر. بشكرك يا دلاوي شرفتني ومبروك للنادي الاهلي وان شاء الله دايما انتصارات للكره المصريه. وبكره نتقابل ان شاء الله مع بعض في الاستوديو التحليلي، الاستوديو هيبدا الساعه 1 لقاء دمنهور والرجاء، وهنكمل بقى لغايه لقاء المقاولين والاتحاد السكندري بالليل ان شاء الله. يوم طويل في الاستوديو التحليلي قناه النهار الرياضه. بشكر كابتن علاء ميهوب نجم مصر ونجم النادي الاهلي، بكره هيكون معانا كمان كابتن وليد وكابتن نادر السيد. ومش عارف بقى كابتن وليد كان تعبان امبارح عيان كويس قال لك انا اتقرى عليا واتحسدت حسدوني وانا باكل لا لا كان تعبان كان خلصان قال لنا نجيب له حقن ومش عارف كنت كنت بكلمه وانا جاي اتكلمنا شويه كده قال لي انا هيجي بكره ان شاء الله. ما هو جاي بس هو كان خلصان قال لك انا لا بكره مش هتكلم في موضوع الاكل تاني بكره زي الفل وهتلاقي في اكل بكره اكيد. بشكر طبعا زملائي في الاعداد اسلام صدى رئيس التحرير وكل فريق الاعداد، بشكر زملائي في الاخراج محمد بويمه وعبد الظاهر وكل فريق الاخراج وماهر الديب، بشكر اسلام فرج ومحمد شحاته وكل المصورين كل الناس اللي موجودين في الاستوديو. وبكره نتقابل الساعه 1 ان شاء الله الدور ولقاءات جديده في الدوري الممتاز والاسبوع ال12 ان شاء الله نستمتع بكل لقاءات الدوري الممتاز. بشكركم تصبحوا على خير.